الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في باب الإشارة والنص على أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام من كتاب الكافي الشريف الحديث الثاني يرويه أبو حمزة الثمالي عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام قال سمعته يقول لما أنقضى محمد نبوته واستكمل أيامه أوحى الله تعالى إليه يا محمد قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك فاجعل العلم الذي عندك والأيمان والاسم الأكبر وميراث العلم، وآثار علم النبوة في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب. فإني لم أقطع العلم والأيمان والاسم الأكبر، وميراث العلم، وآثار علم النبوة من العقبة من ذريتك، كما لم أقطعها من ذريات الأنبياء. هذا الحديث الشريف يدل على أن اختيار أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام والأئمة من ذريته إلى الإمامة كان بأمر من الله سبحانه وتعالى حيث أمر رسوله صلى الله عليه وآله بذلك والرسول بلغ هذا الأمر الإلهي وهذا ليس بدعا من الأمر فإن الله عز وجل قد جعل قبل رسول الله وذريته الإمامة والنبوة في ذرية الأنبياء، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة. الله سبحانه وتعالى جعل في ذرية إبراهيم النبوة. وأيضا في سورة آل عمران يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، فالله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة جعل النبوة والوصايا في ذرية إبراهيم عليه السلام. في ذرية نوح عليه السلام. وهذا اختيار الله سبحانه وتعالى ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. لا أحد يتمكن من الاعتراض على الله سبحانه وتعالى في ذلك. والله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينقل النبوة من أهل بيت إلى أهل بيت آخر له ذلك. الله سبحانه وتعالى جعل ابراهيم نبيا وجعل اسماعيل واسحاق نبيين ثم بعد ذلك جعل النبوه في ذريه اسحاق يعقوب يوسف والانبياء من بني اسرائيل منهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام وانبياء اخرون. هؤلاء جعلهم في ذرية اسحاق. ثم الله سبحانه وتعالى نقل النبوة إلى ذرية اسماعيل. فجعل محمدا صلى الله عليه واله نبيا. ومن بعد محمد صلى الله عليه واله جعل عليا أمير المؤمنين إماما. وجعل ذرية علي عليه الصلاة والسلام أئمة. اليهود اعترضوا على رسول الله صلى الله عليه واله، واعترضوا على حكم الله، أن النبوة كانت في بني إسرائيل، في بني إسحاق فكيف انتقلت إلى بني إسماعيل؟ الله سبحانه وتعالى في آيات من القرآن يبين أن ذلك فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فكما جعل في ذرية الأنبياء النبوة، كذلك في هذه الأمة جعل الإمامة والوصاية والخلافة والعلم في علي بن أبي طالب وذريته، ولا أحد يتمكن من الاعتراض، وإذا واحد خالف ذلك فهو شرك خفي. الله سبحانه وتعالى يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون اختيار الانبياء ثم اختيار الاوصياء هذا خاص بالله فاذا انسان جعل هذا الاختيار للناس فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا الاختيار صفة خاصة لله، وإذا جعلت صفة خاصة لله لغير الله فهذا هو الشرك. الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء وقدر لهم بحكمته مدة معينة، إما طويلة أو قصيرة. مثلا نوح عليه الصلاة والسلام مدته كانت طويلة. في قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما تسعمية وخمسين سنة لبث في قومه بعد ذلك جاء الطوفان وبعد الطوفان نوح أيضا عاش سنوات طوال هذا بالنسبة إلى نوح عليه السلام بالنسبة إلى محمد صلى الله عليه وآله قدر الله سبحانه وتعالى مجموع مدة حياته على الأرض بثلاثة وستين عاما، وبعد البعثة ثلاثة وعشرين عاما فقط، يعني بُعث وعمره أربعون عاما، وارتحل وعمره ثلاثة وستون عاما، ثلاثة وعشرين سنة، هذه المدة من بعد البعثة إلى رحيله صلى الله عليه وآله. فالرسول الى مهمه هذه المهمه كملها مهمته شنو هي تبليغ الدين يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك جميع اركان الدين بالاصول والفروع بينها الرسول صلى الله عليه واله في يوم الغدير أخذ البيعة هذه آخر مهمة كانت، وبذلك كمل الدين، فنزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فمهمة الرسول كملت، لذا الله سبحانه وتعالى قبضه إليه باختياره. لكن كان قبضه بعد أن أكمل الدين بأن أمره بأن يأخذ البيعة من الناس، هذا بالنسبة إلى الناس، أما بالنسبة إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام، كانت هناك مجموعة من الأمور أمر الله سبحانه رسوله محمدًا بأن ينقلها إلى علي بن أبي طالب. وهذا الحديث الشريف أشار إليها لما أنقضى محمد نبوته قضى بمعنى أحكم أمر النبوة لأن مادة قضى تدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته الرسول أحكم الأمر المهمة الملقاة عليه أتمها واستكمل ايامه، يعني الايام التي قدرها الله سبحانه وتعالى له انهاها، لان المهمه قد اداها، والله سبحانه وتعالى كما تلونا في حديث سابق جعل الاخره للرسول وكذلك للائمه خير من هذه الدنيا، وللاخره خير لك من الاولى. وانما جاء بهم الى هذه الدنيا لمهام خلصوا المهمه يرجعهم الى ما هو خير لهم بعد ما يبقيهم بالدنيا الدنيا ليست لها القابليه لنعيمهم وانما جاءوا لمهمه ملقاه على عاتقهم واستكمل ايامه خلص الأيام المقدرة كذا ألف يوم خلصها الإنسان ما دام لم يكمل أيامه المقدرة يبقى في الدنيا زين أوحى الله تعالى إليه أي محمد قد قضيت نبوتك أحكمتها واستكملت أيامك خلص أيامك على وشك الانتهاء في هذه الدنيا فاجعل العلم الذي عندك يعني العلوم التي أوحاها الله عز وجل إلى الرسول مثل علم القرآن وعلم ما كان وما يكون وما هو كائن علم الشريعة وعلم الأمور هذا يجعلها في علي بن أبي طالب عندنا في الحديث علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب هذا أولا ثانيا والأيمان الأيمان شنو؟ يعني المواثيق ويحتمل قراءة هذه الكلمة والايمان الايمان هو هذا الايمان يعني الدرجة العليا من الايمان لان الايمان درجات اعلى درجة كانت في رسول الله صلى الله عليه واله نقلها الى امير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام هذا ثانيا ثالثا والاسم الاكبر شنو هو الاسم الاكبر اما يراد به الاسم الاعظم، او يراد به كتب الانبياء السابقين كما يظهر من الحديث اللاحق، وميراث العلم يعني سائر علوم الانبياء، لان علوم الانبياء قسمين، قسم في الكتب، وقسم في خارج الكتب. فالله سبحانه وتعالى علمها كلها لرسوله محمد صلى الله عليه واله وامره بعد ان قضيت ايامه ان ينقلها اي ينقلها الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام واثار علم النبوه خامسا يعني ودائع الانبياء مثل عصا موسى عليه السلام ثوب ابراهيم عليه السلام خاتم سليمان طاشت موسى هذه ودائع الأنبياء كانت مجتمعة عند رسوله رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فأمرها فأمره بأن ينقلها إلى أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام زين هذه اللي أكثرها يرتبط بالعلم اجعلها في من؟ اجعلها في أهل بيتك عند علي بن أبي طالب اجعلها في اهل بيتك مو في البعداء. زين من اهل بيتك من؟ علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. لماذا؟ لانه احاديث كثيره تدل ومن جملتها هذا الحديث ان العلم الذي انزله الله سبحانه وتعالى الى الارض هذا العلم لم يرفع. وانما انتقل من نبي الى نبي او من نبي الى وصي الى ان اجتمع عند رسول الله محمد صلى الله عليه واله، يعني العلوم التي انزلها الله سبحانه وتعالى على ادم، هذه بموت ادم لم ترفع الى السماء، لانه رفع ادم بروحه الى السماء، هذه العلوم لم ترفع معه، هو عالم بها، لكن هذه العلوم ايضا نقلها الى وصيه شيث. وهكذا من وصي إلى وصي إلى أن وصلت إلى إدريس، والله سبحانه وتعالى أضاف إليها علوماً أخرى، أيضاً من إدريس علوم آدم والعلوم التي أضيفت إليها في زمن إدريس انتقلت من وصي إلى وصي إلى نوح عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أضاف إليها وهكذا إلى أن اجتمعت عند رسول الله محمد صلى الله عليه وآله بموت الأنبياء أو برفعهم إلى السماء كإدريس وعيسى هذه العلوم لم ترفع معهم وإنما بقيت في الأرض جعلها الله سبحانه وتعالى عند محمد صلى الله عليه وآله زين السيريد يرفع محمد يقبض روحه إليه امرَهُ بان ينقل هذه العلوم الى امير المؤمنين علي عليه الصلاه والسلام فاني الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يقول لن اقطع العلم والايمان او الايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة من العقب من ذريتك هذا في العقاب صار والله سبحانه وتعالى الى يوم القيامه لا يقطعها منهم من علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام الى الحسن ثم الى الحسين ثم الى علي بن الحسين ثم الى محمد بن علي الباقر ثم الى جعفر بن محمد الصادق وهكذا الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا العلم موجود، وما دامت الارض قائمه حجه الله من ذرية رسول الله صلى الله عليه واله موجود، يعني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، عندما يظهر ويحكم سنين طوال، بعد ذلك حينما يأتي يومه الذي قدره الله سبحانه وتعالى له، يختاره إلى جواره، لكن بعد أن يشق الأرض، الله سبحانه وتعالى بقدرته فيحيي الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام فيكون الحاكم في الرجعة بقدرة الله سبحانه وتعالى، وهكذا الله سبحانه وتعالى يرجع الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واحدا بعد واحد إلى أن يريد الله سبحانه وتعالى بأن تقوم القيامة، آخر واحد منهم حينما يتوفاه الله عز وجل تسيخ الارض باهلها وتقوم القيامه بعد ذلك فاني لن اقطع العلم والايمان او الايمان والاسم الاكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة من العقب من ذريتك كما لم اقطعها من ذريات الانبياء حتى واحد لا يستبعد انه كيف يكون هذا الامر في ذريه واحده هذه مشيئه الله التي صنعها ايضا في الامم السابقه الحديث الاخر من احاديث باب الاشاره والنص على امير المؤمنين عليه السلام هذا حديث طويل جدا وقد يستغرق منا لتوضيحه حلقات عن ابي عبد الله عليه السلام الامام الصادق قال أوصى موسى عليه السلام إلى يوشع ابن نون وأوصى يوشع ابن نون إلى ولد هارون ولم يوص إلى ولده ولا إلى ولد موسى إن الله تعالى له الخيرة يختار من يشاء ممن يشاء وبشر موسى ويوشع بالمسيح فلما أن بعث الله عز وجل المسيح، قال المسيح لهم: إنه سوف يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد، من ولد إسماعيل، يجيء بتصديقي وتصديقكم، وعذري وعذركم. وجرت من بعده في الحواريين من المستحفظين، وإنما سماهم الله المستحفظين؛ لأنهم استحفظوا الاسم الأكبر. وهو الكتاب الذي يعلم به علم كل شيء الذي كان مع الانبياء صلوات الله عليهم الى اخر الحديث الشريف. حاصل هذا المقطع من هذا الحديث الشريف ان الاختيار الى الله لا الى الانبياء ولا الى الاوصياء في تعيين الاوصياء. الله سبحانه وتعالى بعث موسى وجعل معه اخاه هارون نبيا فقال اذهبا الى فرعون انه طغى الله سبحانه وتعالى جعل موسى نبيا وجعل هارون نبيا وكان هارون خليفه موسى في اي وقت غاب موسى وكان هارون موجودا كان خليفه له وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فاذا اي وقت موسى كان يغيب وهارون موجود فالامر بيد هارون. الا ان الله سبحانه وتعالى شاء بان يموت هارون قبل موسى. فحينما مات موسى ولم يكن هارون موجودا، لو كان هارون موجود كان هو الخليفة لموسى. لكن هارون ما كان موجود لأنه من ميت كان قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى بحكمته عين لموسى وصيا هو يوشع ابن نون. هذا الذي ذهب مع موسى في القضية التي التقي بها فيها بخضر عليه الصلاة والسلام قال لفتاح آتنا غداءنا الفتاح من هو هو يوشع بن نون يوشع كان وصية موسى عليه الصلاة والسلام فلما حانت منية يوشع الله أمره بأن يجعل الوصية في ولد هارون مو في ولد موسى ولا في ولد يوشع نفسه نفس يوشع إلى أولاد، لكن الله سبحانه وتعالى أمره أن يجعل الوصية في ولد هارون موسى عليه السلام كانوا كان أبناؤه أو أحد أبنائه أحيا أو حيا في ذلك الوقت لكن الله سبحانه وتعالى لم يختره للنبوه والوصايه. اختار النبوه والوصايه في ولد هارون، والمؤمنون سلموا بذلك، لان الله هو الخالق، وهو المشرع، وهو الذي يختار الاوصياء، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون زي. موسى عليه الصلاة والسلام بشر بالمسيح يوشع أيضا بشر بالمسيح وهكذا سائر الأنبياء بشروا به فلما بعث الله عز وجل المسيح عليه السلام طائفه من بني اسرائيل مصالحهم كانت تتناقض مع الايمان بالمسيح يعني ما يتوهموه مصلحه لهم مصالح الدنيوية والا كان من مصلحتهم اتباع المسيح لينالوا بذلك ثواب الله سبحانه وتعالى الابدي بالجنه وحتى السعاده في الدنيا لكن كفرت طائفه من بني اسرائيل وطائفة من بني إسرائيل آمنوا مع أن الطائفة الكافرة كانت تعلم بأن عيسى هو الذي بشر به موسى هذه البشارة لحد الآن موجودة في التوراة هذه التوراة اللي الآن موجودة وهي التوراة المحرفة لكن من الأمور التي لم تحرف فيها البشارة بالمسيح ولذا اليهود الآن الذين ينكرون نبوة عيسى عليه الصلاة والسلام يقولون نحن ننتظر المسيح هذا عيسى ما كان هو المسيح على كل حال فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة أخرى عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا الله سبحانه وتعالى قدر له فترة ليكون على الأرض وحينما كان كهلا قبل أن يبلغ الأربعين الله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء، لأنه أدى جزء من المهمة، ذلك الجزء الأول من مهمته، وهو الإتيان بشريعة جديدة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذه المهمة عيسى أداها، فالله سبحانه وتعالى رفعه إلى السماء. لان الجزء الثاني من المهمه الله سبحانه وتعالى ادخر عيسى لذلك الجزء الثاني وهو بعد ظهور الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الله سبحانه وتعالى ينزل عيسى الى الارض في بيت المقدس يصلي خلف المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وحينما يصلي عيسى خلفه النصارى واليهود يسلمون لأن النصارى يعتقدون بعيسى فحينما يرون عيسى قد نزل وصلى خلف المهدي وأمرهم بالإسلام يسلمون. وكذلك اليهود ينتظرون عيسى فلما يرون ينتظرون المسيح فلما يرون المسيح عليه السلام قد نزل أيضا يؤمنون إلا القليل منهم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته حسب بعض التفاسير. فإذا عيسى عليه السلام بشر برسول الله محمد صلى الله عليه واله ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. وقد ذكر لهم ان هذا من ولد اسماعيل بعد مو من ولد اسحاق. وقال لهم ان محمدا صلى الله عليه واله يجيء بتصديقي وتصديقكم. اما تصديق عيسى فانت تشوف في القران ايات كثيره تصدق عيسى، وان عيسى هو المسيح، وان الله سبحانه وتعالى خلقه بطريقه اعجازيه، ومنحه المعجزات، وجعله رسولا الى بني اسرائيل. وعيسى عاش فتره على الارض ثم رفعه الله سبحانه وتعالى وادخره ليوم اخر، الله سبحانه وتعالى في القران يصدق عيسى فرسول الله محمد صلى الله عليه واله يصدق عيسى، الان المسلمين يعترفون بنبوه عيسى عليه الصلاه والسلام، واذا واحد من المسلمين انكر نبوه عيسى فهو كافر لا نفرق بين احد من رسله النبوة من اصول الدين لازم تعتقد بنبوة جميع الانبياء والانبياء المعروفين المذكورين في القرآن وتعرفه بشخصه هذا لازم تؤمن بأنه نبي ايضا بشخصه الايمان بعيسى من اصول الدين لان يعني الاصل الثالث من اصول الدين النبوة النبوة الاعتراف بنبوة رسول الله محمد صلى الله عليه واله والاعتراف بنبوة جميع الانبياء. اللي ما تعرفهم تؤمن ايمان اجمالي، انا اؤمن بجميع الانبياء الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى. والذين نعرفهم بالتفصيل مثل نوح، ابراهيم، عيسى، موسى عليهم الصلاة والسلام، نؤمن بهم تفصيلا. فرسول الله محمد جاء بتصديق عيسى وتصديقكم يعني تصديق الحواريين في القران الكريم الله سبحانه وتعالى يمدح الحواريين هذا القران نزل على رسول الله محمد صلى الله عليه واله ولذلك نحن نعتقد بالحواريين لان الله سبحانه وتعالى نزههم مثلا في سوره الصف كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصار الى الله؟ قال الحواريون: نحن انصار الله، الله سبحانه وتعالى يصدقهم يعني حينما ينقل قولهم لا يكذب ذلك القول. دأب القرآن هكذا عندما ينقل قولا اذا هذا القول لشخص مبطل مثل فرعون الله سبحانه وتعالى يكذب قوله. فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى. الله نقل قول فرعون حيث ان فرعون قال انا ربكم الاعلى لكن كذبه. اذا في مكان الله سبحانه وتعالى ينقل قولا ولا يكذبه فهذا تصديق لذلك القول لان القران كتاب هدايه. ولا معنى لنقل باطل بدون تكذيبه الله في هذه الآية نقل كلام الحواريين ولم يكذبهم معنى ذلك أنهم كانوا صادقين في ادعائهم كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله إلى آخر الآية الشريفة يجيء بتصديقي وتصديقكم وعذري وعذركم يعني حجتي وحجتكم الله سبحانه وتعالى في القرآن بين معاجز الرسول محمد صلى الله عليه واله وأيضا بين ما احتج به الحواريون الرسول صلى الله عليه واله بين ذلك ثم بعد ذلك الإمام الباقر عليه الصلاه والسلام يكمل الحديث حول الحواريين الى ان ينتقل الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله وما صنعه بالنسبه الى الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام هذا ان شاء الله في حلقات قادمه سنتطرق اليه. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.